رجعنا لكم تاني مشاهدينا، لسه مكملين مع بعض فقراتنا. وصلنا دلوقتي لفقره مهمه جدا، وهي عن مشاكل هيئه التدريس في الجامعات او اساتذه الجامعات. الموضوع مهم جدا، وفي كلام كتير جدا يمكن اثارت تصريحات الدكتور محمد النشار، وهو دكتور التعليم العالي، وهو وزير التعليم العالي الجديد في مجلس الشورى. تصريحات كتيره جدا، منها ان استاذ الجامعه صاحب الرساله اختفى، والموجود حاليا محتاج انه عسكري يوجهه ويعرفوا ايه اللي بيحصل. استياء اعضاء هيئه التدريس في الجامعات، فقرر الاساتذه الدخول في اعتصام امام البرلمان. كمان نادى بعمل مشروع قانون جديد للجامعات، واللي بينص على اعاده الحرس الجامعي مره ثانيه، وعمل استطلاع راي لاختيار رئيس الجامعه الجديد بدون انتخابات واضحه. اثر هذه التصريحات عم الإضراب أو الاعتصام بين أساتذة الجامعات المصرية، ليشمل جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، طنطا، والمنوفية، وبنها، والزقازيق، وأسيوط، وكمان قناة السويس، وكفر الشيخ، وجامعة جنوب الوادي. جامعات كتيرة جدا. عشان نعرف الأسباب ونتعرف عليها أكتر، هيكون معانا النهاردة ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو، الأستاذ دكتور مغاوري دياب، أحد مؤسسي حركة نوادي أعضاء هيئة التدريس. صباح الخير يا فندم. صباح النور، أهلا بيك يا فندم. في البداية عايزين نعرف من حضرتك، الأزمة ابتدت إزاي؟ يعني ابتدت من فين وجت إزاي؟ وإيه الدافع وراء التصريحات الكتير اللي عملت مشاكل كتيرة جدا وسط الأساتذة في الجامعات؟ يعني إذا كنا بنتكلم عن أزمة الجامعات المصرية، فهي أزمة قديمة ومستمرة حتى الآن. لكن إذا كنا هنتكلم عن أزمة نتيجة تصريحات السيد وزير الدكتور الأستاذ الدكتور وزير التعليم الدكتور النشار، فهو المفروض الأستاذ الدكتور النشار مسؤول عن تصريحاته، إذا كان إذا جاءت بالشكل الذي ذكرتيه أم لا. لكن يعني ممكن ننطلق من الأزمة في الجامعات المصرية ووضع أعضاء التدريس الغير إنساني الغير آدمي حقيقة، يعني يمكن أن نصفه إلى هذا في حركة المنظومة التعليمية، وحركة حتى الترتيب الوظيفي، وتدني أجور أعضاء التدريس ومعاناتهم منذ سنوات. أعضاء التدريس بيعاملوا في الجامعات المصرية، والمدرسين المساعدين والمعيدين، بيعاملوا بمقتضى قانون تنظيم الجامعات سنة 72، قانون 49، اللي فيه جدول مرتبات عايزين نقول إنه متواضع جداً، ونسبة فيه بتصل إلى متخيلين. طب نعم، أكيد متخيلين، حضرتك بتتكلم عن يعني زمن يعني. نعم، فالزمن ما هوش يعني لم يتغير هذا القانون، تم تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والآن باختصار مرتب الأستاذ الجامعي لا يتعدى 4000 إلى 5000 جنيه عندما يصل إلى سن 60. المعيد بيصل إلى 1200 جنيه أو 1300 جنيه على أكثر تقدير. ما بين هذه الحد الأدنى للمعيد والحد الأقصى للأستاذ، نتصور صعوبة الحياة، خاصة إذا كان هناك يعني عدم وجود دعم لميزانية البحث العلمي اللي هي الأساس في تطوير وتنمية وقدرات أعضاء التدريس. لا، لابد أن نتخيل أن هناك أمر كارثي يحدث في الجامعات المصرية. طب قانون الجامعات الجديد يا دكتور، عايزين نعرف أكتر، بينص على إيه؟ لأنه مفروض أن هو بيضمن كادر مالي أو حياة أفضل للأساتذة. قانون تنظيم الجامعات الجديد المقترح اقترح من ايام الاستاذ الدكتور هاني هلال، وكان بيشمل مجموعه من الاجراءات اللي اعترض عليها الاعضاء التدريس في حينه، لانها بتحيل اداره الجامعات المصريه الى مجالس امناء ومجلس اعلى للجامعات ووزاره التعليم العالي، وبيضع المجلس الجامعات في الترتيب الرابع في الاداره، وهو لا يتنافى تماما مع استقلال الجامعات. طيب يا فندم، انا هقطعك بس دقيقه، لانه معايا دلوقتي حالا الدكتور محمد النشار، هيكون موجود معانا حالا على التليفون. الو. ايوه مع حضرتك. الو دكتور محمد النشار. اهلا بيك. وزير التعليم العادي. صباح الخير يا فندم. صباح النور. صباح الخير يا سياده الوزير. في البدايه عايز اعرف من حضرتك سر الازمه الموجوده دلوقتي بين اعضاء هيئه التدريس في الجامعات. انا عاوز في الاول اهنئ الشعب المصري بكامل طوائفه على النجاح المبهر في سنة أولى ديمقراطية من حيث الانضباط والتنظيم والأداء والمشاركة، وبكل من كل قلبي بقول له موفق دائما وإن شاء الله إلى مستقبل باهر. الحقيقة أعضاء التدريس في الجامعات بيحكموا بقانون تم إعجازه سنة 72. مظبوط. وتم عرض تطويره أكثر من مرة في فترات متعددة ولم يتم إنجاز ذلك.
احنا النهارده عندنا فرصه ذهبيه في تغير ديمقراطي على المستوى القومي، في حياه جديده للشعب المصري. ايوه، واولى مراحل التطوير هي التعليم العالي. انا بقول لكل الزملاء في الجامعات، مقترح القانون الذي لديكم لا يوجد محاذير عليه، قننوا لانفسكم وضعوا ما ترونه لمستقبل مصر ولرساله التعليم العالي. احنا عاوزين نخرج من فئه الكلام الى فئه الفعل. طب ودور حضرتك ايه في الموضوع ده يا دكتور؟ اكمل فئه الفعل، ان احنا نقنن لمصر غدا بشكل ايجابي يحقق رساله التعليم العالي ويعطي الاستاذ الجامعه حقه. الكلام ده النهارده مطروح على كل الجامعات، طالب ان هو يكون من خلال ورش عمل على مستوى الاقسام العلميه، يشارك فيها اعضاء التدريس ومعاونيهم على مستوى الكليات، على مستوى الجامعه بذاتها، ثم ياتينا على مستوى المجلس الاعلى نتفاعل على مستوى جامعات مصر للتقنين لمستقبل مصر الجديد. طب سياده الوزير، ده امتى ممكن يحصل؟ يعني حضرتك دلوقتي بتحث الاساتذه او المعنيين بالموضوع ان هم يبداوا فعليا يحطوا النقاط المهمه بالنسبه لهم ككادر، يحصل لهم ككادر افضل الفتره اللي جايه. حضرتك بتطلب منهم ايه؟ ان هم يبداوا امتى؟ أو الجامعات لعقل الامه وليست كادر. الجامعات شيء كبير جدا جدا ومهم جدا جدا، وهو سبب ارتقاء اي امه. مظبوط. احنا مطلوب مننا ان احنا نتفاعل بحجم المسؤوليه اللي انا بقولها دي، ونكون فاعلين. على فكره انا بعت المقترح للجامعات وتم استعجاله. ايوه، وتم حث رؤساء الجامعات على تفعيل ذلك. الباقي من الوقت رساله الجامعه نفسها ومسؤوليه اعضاء التدريس في القيام بدورهم. أيوة. ومعاونيهم يقعدوا يدوا من الوقت، يقعدوا يناقشوا، يقدموا مقترحات بناءه، واحنا اكيد كل فكر جديد احنا معاه. طب سياده الوزير، تسمح لي بس دكتور مغاوري عنده سؤال لحضرتك. اهلا وسهلا بيك. صباح الخير معالي الوزير، ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا دكتور مغاوري، نتمنى لك التوفيق ان شاء الله. لكن سعاده الوزير، انا بس عايز اسال حضرتك عن حقيقه ما نسب اليك من تصريحات على ان كل عضو هيئه التدريس يحتاج الى عسكري ليؤدي دوره خلفه. هل هذا التصريح يعني انا عاوز احكمك انا ماذا اعمل وماذا كنت اعمل. انا لا يوجد لي وظيفه غير اني عضو هيئه التدريس. نعم. ولا يسب العاقل نفسه. أنا عضو هيئة التدريس يا جماعة، أنا زميل ليكم. أنا كل مسؤوليتي إن أنا النهارده في مكان في موقع مسؤول عن الارتقاء برسالة الجامعات، مسؤول عن تطوير رسالة الجامعات، ولا أؤمن بالعمل الفردي. ما قيل في مضبطة مجلس الشورى وأرجو أن نحتكم إليها. قيل إن دور عضو هيئة التدريس مني، ما قيل بالحرف إن عضو هيئة التدريس إنسان مبدع متميز، يبذل كثير من الجهد ويجلس لساعات طويله في مكتبه في البيت لعمل بحث علمي او لتطوير محاضره او لاعداد موضوع علمي، لا يراه احد ولا يعقل ان يكون المبدع عسكري خلفه. طب معالي الوزير برضه، لو انا اسف. لا اتفضل حضرتك. حضرتك يعني هل يمكن في الفتره الباقيه للوزاره الحاليه اللي حضرتك عضو فيها أن تنجز مهام قانونية واضحة وتؤدي إلى صالح أعضاء التدريس والمدرسين المساعدين من حيث الإنصاف المادي والإنصاف المعنوي للأساتذة فوق 70 والمدرسين المساعدين وأوضاعهم؟ هل هذا على الأجندة الآن؟ يا جماعة الخير، من يضمن أجله غدا؟ لا احنا بنتكلم بس بيتكلم حضرتك انه يبقى في جدول زمني. أنا بس عاوز أكد على رسالة معينة. احنا بنتواصل مع الوزراء السابقين في وزارة التعليم العالي، لهم من الإبداعات الكثير. الوزراء اللاحقين ان شاء الله هيكون لهم من الابداعات الكثير برضه، وبرضه سياده الوزير ولهم من الاخفاقات الكثير. احنا انا والله خليني بركز على الناحيه الايجابيه. ان احنا عاوزين نتواصل. الديمقراطيه معناها بناء مستمر، مش معناها فرديه، مش معناها الانا دي لازم تنسى. الديمقراطيه معناها رساله يحققها من يكمل هذه الرساله. احنا النهارده مسؤولين في الفتره التاريخيه دي، نحاسب على ما نمجده. طيب فيها. طيب سياده الوزير، بس بعدنا من ياتي. عايز اقول لحضرتك انه الدكتور مغاوري كان بيكلم حضرتك عن جدول زمني اللي هو ما قبل فوات الاوان بتاع الوقت الحالي بتاع حضرتك. يعني هل في جدول زمني ممكن نقدر نمشي عليه من دلوقتي؟ حضرتك اللي اقول لك في 15 يوم عمل تم اقرار مجلس الوزراء لدعم موازنات الجامعات وتطوير دخول اعضاء التدريس. تم الحضور لمجلس الشعب ومجلس الشورى 6 مرات لمناقشه تطوير لائحه القوانين واللائحه التنفيذيه للجامعات في جلسات عمل وفي مجلس الشورى ومجلس الشعب، ونقاشات على كافه المستويات. تمام. في عمل دؤوب احنا بناخده لاخر لحظه، بنقوم بدورنا لاخر ثانيه.
سيادة الوزير، أنا بشكر حضرتك على مداخلتك واهتمامك النهاردة معانا في نهارك سعيد، وأتمنى إن شاء الله يكون في مداخلة أخرى نعرف منها إيه الأحداث اللي حصلت في الفترة اللي جاية. أهلا وسهلا بيكم، وبدعو جميع الزملاء، لأن جسد عضو هيئة التدريس بخير، عضوي أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 77,000 شخص هم بخير، هم يقومون برسالتهم، لابد أن نكون داعمين لهم لكي يقوموا بها على الوجه الأكمل، وشكرا. سيادة الوزير بشكر حضرتك جدا. كان معانا دلوقتي الدكتور محمد النشار، هو وزير التعليم العالي الجديد، وتعليق حضرتك ايه على ما قاله سيادة الوزير؟ هو انا كنت اتمنى ان السيد الوزير يعد بان هناك بعض الانجازات ستتم خلال الفتره القادمه. اتكلمنا عن جدول زمني، قال ان هما دلوقتي بيحصل فعليا عمل دؤوب جدا حوالين الموضوع ده، فحضرتك هو بس التعليق على قانون تنظيم الجامعات، في مجموعه من زي ما قال السيد الوزير ان هناك مجموعه من القوانين التي اقترحت تاريخيا، ومنها ما كلف به الاستاذ الدكتور حسين خالد لجنه مجلس اسمه المجلس الاستشاري، وهناك قانون تضعه ما يسمى تحت التأسيس ونقابة الباحثين وأعضاء هيئة التدريس، وهناك مقترحات شتى ترفض كثير من ما جاء في المشروع القانون الحالي، ودي المشكلة أن هناك مثلا ما يقال عن التعاقد بين الجامعة والأستاذ، ما يقال عن مجالس الأمناء التي يمكن أن تشارك في إدارة الجامعات، أوضاع كثيرة جدا في الهيكل الإداري والهيكل الاقتصادي والهيكل التعليم. طب إزاي ده ممكن نحطهم كلهم في سلة واحدة؟ هو ده الجدل. هو كمان فيه كمان ما يقال أن هذا القانون ليس قانون لتنظيم الجامعات، ولكنه قانون للتعليم العالي، بمعنى أنه يوضع الجامعات والمعاهد والجامعات الخاصة كلها في سلة واحدة، ربما لا تتوافق من وجهة نظر أعضاء تدريس هذه الموضوعات مع مستقبل الجامعات المصرية الحكومية على وجه التحديد، لأنها بتعمل طبقا لأجندة تخدم المجتمع أكثر منها أن تخدم وتحقق مصالح شخصية. هناك مجانية التعليم، هناك أشياء كثيرة جدا، هناك وضع مجلس الجامعة واستقلال الجامعة، هناك الاستقلال المالي والإداري، هناك الاستقلال العلمي، كيف تتخذ القرارات، تقدير المقررات من أكثر من جهة. نعم، عشان كده بنقول أنه عندما يكون عضو هيئة التدريس المعني بهذا التطوير في وضع مالي أفضل، وضع اجتماعي أفضل، وضع علمي أفضل، ووضع حر أكثر، وحرية في الجامعات واستقلالها من بدء من مجلس القسم إلى مجلس الانتخابات لاختيار القيادات الجامعية، يجب أن يكون ضمن القانون ولا يكون منحة من أحد. هذه هي المطالب أعضاء التدريس، وهذا وجه اعتراضهم. والأعضاء التدريس صبروا طويلا باعتبارهم أساتذة، ولا يجب أن يتحدثوا في الأمور المالية حتى ساءت أوضاعهم المالية وأصبحت في الحضيض، ومن ثم لابد أن يكون هناك تحرك فعلي. احنا بنناشد أعضاء التدريس أن يكونوا يد واحدة. كما نقول حضرتك اتكلمت في الموضوع ده من قبل 1984، من 1984 واحنا نكافح على تعديل هذا القانون اللي مضى عليه زمن، ربما فيه إيجابيات، لكن أهم سلبياته هي مثلا الجدول المرتبات، لا يعقل أن يكون هذا الجدول محل اعتبار الآن، ربما تكون بداية المربوط لعضو هيئة التدريس والمعيد لا بضع جنيهات لا تتعدى المئات، في الآن أصبحت خارج نفاق الزمن. طب أنا عندي جداً. مثلا هنا أنه في إصرار على التمسك بالحقوق اللي تمت الموافقة عليها، وهي الكادر المالي اللي أدرك في موازنة الدولة 2012 و2013. لما فيش كادر مالي أدرك، هو ما أدرك في الميزانية الآتي هو أن ما يتعلق بالريادة وزيادة نسبتها إلى 200%، ثم تعديل في ما يسمى بدل الجامعة، لأن بدل الجامعة طبقا للقانون لا يتعدى 30 جنيه. مسائل في الحقيقة يعني عندما تطرح للرأي العام لابد أن يرسل المجتمع المصري إلى حال أساتذة الجامعات، هم محقون في أن يكونوا يعني غاضبون، وهم محقون في أن يكونوا معترضون على أوضاعهم ومطالبين بها، لكن أيضا هم حريصون على طلابهم وحريصون على أولياء الأمور ومصالحهم، ولذلك كانوا يترددون دائما في أن يكون هناك إضراب عن التصحيح أو الامتحانات، لكن عندما ضاق الحال بهم أصبحوا يلوحون بذلك. هناك بعض الجامعات استجابت، وهناك جامعات ما زالت تودي، هناك داخل كل جامعة بعض الناس اللي بيستجيبوا، بعض الناس الامتحانات شغالة، لكن لابد أن ندرك أعضاء هيئة التدريس، ولابد أن ندرك الجامعات المصرية، لأنها هي بالفعل قلاع الحرية وقلاع الديمقراطية وقلاع التقدم،
في هذا المجتمع وبدون جامعات جداً حره. احنا جدا حضراتكم تكونوا كمان مرتاحين ماديا ومرتاحين لابد. جدا في لابد لانه ده هيرجع لنا احنا نعم. كشعب مصري ك ك ك كعقول مصريه ده هيرجع لنا. هناك حريه اكاديميه، ليس من المعقول ان يشل مجلس القسم. طب ما فيش حد طالب من ممثلي هيئه اعضاء هيئه التدريس ان هو يجتمع مع الوزير التعليم العالي؟ لا بيجتمعوا كثير، بيجتمعوا وبيترددوا على السيد طب الوزير. طب بيخلص على ايه هذا الاجتماع؟ يعني هذه الاجتماعات ما زالت محل مناقشه لان الوقت ضيق كما ذكرنا، ربما لا ينهضنا الوقت لوضع قانون جديد، ربما تكون الظروف بعد انتخاب رئيس الجمهورية مختلفة تماما من نظام إلى نظام، ربما يكون هناك توجهات جديدة فيما يتعلق بالتعليم بشكل عام والجامعات على وجه الخصوص، ربما وتكون هناك ثورة تعليمية في جميع المجالات نتمناها وتطول الجامعات في البداية نحن نطالب بها. أشياء كثيرة لابد أن تكون محل اهتمام المجتمع المصري فيما يتعلق بجامعاته لأنها بتمثل عقله وفكره وحرية واستقلال الجامعات، هي جزء أساسي في أن يتحرر الباحث من قيود كثيرة جدا وينطلق ليبدع، لكن أن يكون هناك قيود عليه في تغيير مقرراته، مجلس القسم يكون المرجع الأول. الآن مجلس القسم ثم مجلس الكلية ثم مجلس الجامعة ثم لجنة القطاع ثم سأين، كيف ندرك التقدم العلمي العالمي وكيف نبحث عن كيف تكون هناك بحث علمي في ميزانيات متواضعة؟ لا يوجد بحث علمي، لا يوجد بحث علمي حقيقي في الجامعات، بحوث ترقيات، ويعيب طبعا. علينا المجتمع أننا لا نساهم بالقدر الكافي في التطوير، ويعيب علينا المجتمع أننا لسنا ضمن الجامعات الـ500 على مستوى العالم. هو ده نحن أهم مظلومون. ملف يعني لازم وعلى طول بعد إن شاء الله انتخابات الرئاسة ما تستقر. يعني أنا بناشد الدكتور سعد الكتتني وكان أحد رموز حركة نوادي أعضاء التدريس في الجامعات المصرية في جامعة المنيا، كان أحد أعضاء مجلس إدارة نادي هيئة تدريس جامعة المنيا، وأيضا السادة رؤساء لجان التعليم في مجلس الشعب والشورى، أن يساعدوا الجامعات المصرية والأحزاب السياسية وكل القوى في مصر أن تساعد الجامعات المصرية وأساتذة الجامعات على تحقيق هذا الهدف القومي الذي سيخدم الجميع. تمام. الجامعات يجب أن تكون مستقلة، ويجب أن نكافح لاستقلالها العلمي والمالي والإداري، ويجب أن تنهض الجامعات المصرية، عندها لن نجد أي مبرر للأساتذة أن يحتجوا أو يعترضوا، وسينصرفوا إلى تكوين علاقات علمية على مستوى العالم وعلى المستوى المحلي، وأن يساهموا في خطط التنمية وأن يبدعوا، وأن تكون هناك أجيال واعية في المستقبل لخريجي الجامعات المصرية يعني بكل أنواعها. أكيد ده من ضمن أمنياتنا المهمة جدا. عايز أقول أن أيام دكتور محمد نشار بتقديم اقتراح لثلاث مواد في القانون الحالي. نعم. وما كانش من ضمن اهتماماته قوي قانون تنظيم الجامعات. نعم. عايزه اقول ايه هي التعديلات المقترحه، ازاي اتقبلت من المجلس الاستشاري للتعليم العالي، موقف لجنه التعليم من المجلس ده؟ هو يعني هو هناك عقدت برضو اجتماعات كثيره جدا في مجلس الشورى وفي لجنه التعليم في مجلس الشعب مع المجلس الاستشاري ومع السيد الدكتور عبد الله سرور الوكيل مؤسسي مجلس الشعب، كان في مجلس الشعب في زياره منذ ايام قليله. أيوة. ونحاول أن تكون هناك وحدة وتفهم لقضايا أعضاء التدريس على مستوى الجامعات المصرية. أدعو زملائي إلى عدم الإقصاء للآراء والأفكار أيضا، وأن يكونوا مجتمعين على رأي واحد يصلح معه حال الجامعات المصرية، ويتفقوا على قضايا مهمة والكل متفق، لأننا نرفض أشياء كثيرة في القانون المقترح، تعدد الهيكل الإدارية كما ذكرت لإدارة الجامعات، وزارة التعليم العالي مقترح أنها يكون لها دور، ليه؟ وزارة المجلس الأعلى للجامعات يجب أن يكون مجلس استشاري ولكن يكون لا يكون فاعل أصلي. الحرية للجامعات تكفل استقلال مجلس الجامعة، انتخابات رؤساء الجامعات وانتخابات القيادات الجامعية تكون في القانون، جدول مرتبات جديد، إطلاق الحرية العلمية والأكاديمية لأعضاء التدريس، الارتقاء بشكل خاص بالمدرسين المساعدين والمعيدين، ونقلهم من الكادر العام لأنهم يعاملون بالقانون 47 إلى وضع جيد في القانون 9. ده لا محال، لازم يتغير. لازم يتغير. ده لا محال. أنا عايز أقول أنه هناك بعض الدعوات اللي بتنادي عن الامتناع عن التصحيح في بعض الكليات. الموضوع ده بيعمل أزمة طبعا كبيرة جدا. طبعاً. فتعليق حضرتك إيه بس سريعا كده؟ يعني إذا جاز وتوصل السيد الوزير اليوم في, 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 في اجتماعاته في مجلس الشعب أو مع مجلس الوزراء ونفذ شيء من الوعود التي نسمع عنها، المجتمع الجامعي المصري لا يثق تماما في الوعود ولكن يريد أن يرى شيئا على الواقع، وعندما يكون هناك
تنفيذ فعلي. المؤكد أن أعضاء التدريس ليسوا فوضويين ولكن هم حريصين على الالتزام. التصحيح ده شيء لابد أن يكون هناك شيء كبير جدا، لابد أن يكون هناك شيء يصدر، ولابد أن يكون هناك شيء ملموس داخل الجامعات المصرية. عندها ستزول كل المشاكل داخل الجامعات المصرية. طيب. عندما يرون أن الدولة جادة في إنصافهم وتحقيق آمال. دكتور مغاوري اسمح لي أنه نبقى متابعين مع حضرتك طبعا. هذا الملف، وتكون دائما كده بالاتصال بينا عشان نبقى عارفين برضو إيه اللي بيحصل معاكم، ونبقى دائما موجودين عشان كل حاجة كده تتحط أو النقط تتحط على الحروف الله. والناس كلها تبقى حسب الاستقرار وبتدي أكتر، وده اللي يهمنا في الآخر إن شاء الله. أشكر حضرتك جدا على وجودك معنا النهاردة. وكان معنا الأستاذ دكتور مغاوري دياب أحد مؤسسي حركة نوادي أعضاء هيئة التدريس، كان موجود معنا النهاردة. وكان معنا كمان مداخلة من سيادة الوزير الدكتور محمد النشار وزير التعليم العالي، كلمنا في الموضوع النهاردة، ويارب يكون في تفاعل أكتر الفترة اللي جاية. وبشكركم، هنروح لفاصل نرجع مرة تانية، لسه معنا فقرات تانية في نهارك سعيد.